والله هو البيان الصحفي أول القرار الأخير مجلس الأمن أصر على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. أيضا البيان عن الممثل الخاص الأمين العام سيد عبدالله باتيلي أصر بأن يكون في هناك لابد من انتخابات رئاسية وبرلمانية، وبالتالي يعني فعلا في إصرار من مجلس الأمن وإصرار من المجتمع الدولي والدفع إلى إجراء هذه الانتخابات، لأن للأمانة يعني المؤسسات الموجودة الآن سواء مجلس النواب أو المجلس الأعلى الاستشاري أصبحوا رهينة شخصين، هم المتحكمين في المسار السياسي الآن بدون الخروج بنتائج، بدون الخروج فعلا بقاعدة دستورية وإقرار القاعدة اللي تم التوصل إليها وقانون وقوانين انتخابات من تم. وبالتالي فإن يعني أنا في تصوري حيكون الوضع القادم، إذا تسألني أنا شخصيا، أنا شخصيا عن رأيي واللي أراه، يعني فعلا يجب أن يكون هناك قرار حازم من مجلس الأمن، وهذا وفقا للخضوع. ما جاش هذا القرار، التداخل كبير أستاذ المستشارة. في ليبيا يا أستاذي الفاضل مادة 39 الميثاق مبدأ مسؤولية حماية الليبيين، لأن اليوم الليبيين ما فيش كهرباء، ما فيش أكل، ما فيش رواتب، ما فيش حياة، ما فيش، هذا لابد المجلس الأمن يطبق هذا المبدأ ويتدخل مرة أخرى، ويكون هناك يعني مندوب زي ما حصل بالضبط في العراق، مندوب سامي منهم يتولى إدارة البلاد ويضع لجنة ويحطوا انتخابات ويشرفوا عليها. لابد من أن يكون هناك حازم من مجلس الأمن. أما الاعتماد زي ما قال لك الأستاذ، يعني الانتخابات هل حيصير منها ما يصيرش منها، الانتخابات رهينة شخصين يا أستاذ.